السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، من جديد نلتقي. عادت الوطنية، صحيح توقفت وتعثرت، لكنها قاومت عادية الزمان والمشاكل التي كانت تحيط بها. عادت كما كانت منكم وإليكم، تنقل لكم الآراء، تسخن النقاش وترفع درجته، لكنها تعود لتهدئه وتواصله معكم. عادت لتواصل معكم ما بدأناه معا، وبالتحديد نواصله معكم في برنامج كلام في السياسة. هذا محمد اللامة يحييكم من جديد ويبدأ معكم من جديد، وأستضيف لكم في هذه البداية التي أرجو إن شاء الله أن تكون عند حسن ظن الجميع الدكتور عبد السلام الحرمة، رئيس حزب الصواب. أهلا بك. أهلا وسهلا. وأريد أن أستسمحك دكتور لنتقدم جميعا بالتعازي والمواساة في وفاة دكتور أحمد سالم البابور، القامة العلمية المعروفة وخبير القانون الدستوري، الذي وهو خسارة فعلا لموريتانيا، وفاه الأجل المحتوم اليوم. ونقرأ الفاتحة إن شاء الله على روحه. الحمد لله. دكتور، طبعا عبد السلام الحرمة اليوم يثير بعض الأمور الطارئة. ما هي قصة حزب الصواب وإيران؟ نبدأ مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أتمنى التوفيق وهنئ القناة على هذه العودة، ومن خلالها أهنئ كل إعلام سمعي البصري الحر غير الخاضع لرقابة الدولة بشكل مباشر. وأتمنى أن تكون هذه العودة عودة جديدة استفادت من تجارب الماضي ومن ما عانته منه، وأتمنى أيضا أن تكون فرصة للخطاب السياسي والرأي الآخر أن نجد فسحة افتقدها كثيرا في غياب القنوات في الفترة الماضية. أيضا أعزي نفسي وعائلة الخبير القانوني والأستاذ الجامعي الكبير الأستاذ بابوط رحمه الله، وأرجو له المغفرة والرضوان. وأعود إلى سؤالكم عن قضية حزب الصواب والتيار الداعم للأستاذ برامول الداهو العبيد. هي قصة تتنزل في إطار العمل السياسي والرؤية السياسية والفكرية لهذا الحزب وهذه المجموعة، من خلال البحث عن طريق يوصل إلى حل قضية أساسية من قضايا الوطنية، وهي إمكانية خلق تيار وطني قوي مؤثر مؤمن بالقضايا الكبرى التي تعترض وتهدد كياننا الوطني الحالي، من خلال لم شتات مجموعة من القوى اليسارية، مجموعة من القوى التقدمية، مجموعة من القوى التي تتلمس الإجابة على مجموعة من الأسئلة في ضوء وفي أفق ديمقراطي تعددي، ومن خلال محطة مهمة هي محطة الانتخابات المقبلة 2018 والانتخابات 2019. هذه هي الرؤية بشكل عام. تفاصيل هذه الرؤية ربما ترد في أثناء البرنامج ونقدم بها التفاصيل. واضح. لكن المبادرة، من بادر؟ يعني حزب الصواب هو اللي أخذ المبادرة بالتقدم ومحاولة كسب أو تفاهم مع جماعة إيرا أو حزب الرق أو كما قال الأستاذ بيرام، أم يعني؟ أظن أن المبادرة جاءت من الطرفين، وبالتأكيد أننا نحن في حزب الصواب ما هو مؤكد أن هذه المبادرة كانت عندنا، وكنا ننظر إلى كل القوى السياسية بما في هذه الحركات، هذا الحزب الذي منع، وهذه الحركة الحقوقية، ومن خلال جناحهم السياسي الذي دخلنا معه في معركة سياسية أخيرة في الصيف السنة الماضية قضية الدستور، أننا كنا ننظر إلى هذه القوة مثل قوة سياسية وطنية كثيرة على أمل الاندماج وخلق وحدة سياسية ووحدة نضالية أو تحالف انتخابي.
وبالتأكيد أن هذه الأمور أخذت كامل مداها في الأشهر الأولى من سنة 2017 حينما بدأنا في النقاش الجدي. بدأت 2017 حينما بدأنا في النقاش الجدي، بدايتها تعود إلى فترة طويلة، الصلات كانت موجودة والتواصل في الشأن العام الوطني كان موجودا بيننا مع هذا التيار، لكن الصلة والحوار بدأ في 2017. بدأ عبارة عن مجموعة من العروض والتصورات، بدأ بزيارات متبادلة فتح فيها الرئيس بيرام ولده العبيدي صالون خاص لمجموعة من السياسيين بدأها بنا لتقديم رؤيتنا ومقارباتنا للشأن العام، خصوصا ما تعلق بالرق. بدأت باستقبالنا له على مستوى حزب الصواب. تطور هذا النقاش إلى البحث عن هذا الأفق الحالي، مرة بمراحل حاسمة بمنعطفات بتعثرات، لكنه في النهاية وتحت إصرار الطرفين على إيجاد حل خرج إلى الوجود بهذا الشكل الذي أعلناه يوم 31 من شهر 5 للشعب الموريتاني نهاية رمضان الماضي. واضح. طب الأستاذ بيرام ذكر أن هناك بعض التنازلات المتبادلة، عما لا تنازلتم لحزب لحركة إراء أو حزب الرق؟ المفهوم التنازل بشكل عام فعلا كانت هناك تنازلات وتنازلات كثيرة، نحن لا نسميها تنازلات صعبة ولا نسميها تنازلات مؤلمة، نسميها تنازلات مستحقة. الطرف الذي شاركناه استحق عندنا هذه التنازلات، الهدف الذي سعينا من أجله استحق هذه التنازلات. تنازلات أساسا هي تنازلات في طبيعة الشراكة السياسية والشراكة الانتخابية المقبلين عليها. من أهم هذه التنازلات أننا اعتبرنا أن هذا الإطار السياسي الموجود عندنا كحزب حزب الصواب أنه مفتوح لهذه الحركة تمارس من خلاله نضالها السياسي ونضالها الانتخابي، عملها الانتخابي كإطار شرعي، وأنه مفتوح، أن هذا الإطار مفتوح لها بقدر ما هو مفتوح لنا، أننا متساوون أمامه. هذا التنازل الأول. التنازل الثاني هو أننا قبلنا تماما أن ندخل معها في حوار مفتوح، حوار وطني حول القضايا الأساسية وفق الرؤية. هذه قد تكون أشبه بتفاصيل صفقة، لكن أنا أقصد التنازلات. مثلا حزب الصواب حزب بعثي، خلفية قومية عربية، حركة إيرا أو حزب مشروع حزب الرق، حزب تقريبا حتى الآن لم تتبلور رؤيته، يعني تتنازعه بعض الفئوية، يعني أنتم كحزب قومي هل مثلا في مقابل هذه الشراكة يعني تنازلتم عن خلفيتكم القومية؟ لا لا نتكلم عن التنازل على المستوى الفكري وعلى مستوى الرأي. على المستوى الفكري لم يقع، أقصد على المستوى لا لم يقع هناك تنازل. نحن والتيار الداعم لبلامة التقينا في قضية أساسية حجر الزاوية في خطاب هذا التيار هي مكافحة الرق والقضية الاجتماعية. هذه القضية من أولوياتنا نحن، بالتالي لم نتنازل، وإنما وجدنا هذا الخطاب الذي تطرحه هذه الحركة نعتبر أنفسنا هو حجر الزاوية عندنا، وأنه قديم متليد في خطابنا السياسي وخطابنا الفكري. طب هل تشتركون معهم في نفس النظر إلى موضوع الرق والموريتان؟ رؤيتنا للرق بلبرناها، أنت ذكرت الآن أننا حزب بعثي، هذه لا ننفيها، لكننا نصحح، نحن لسنا حزب بعثي، نحن حزب وطني فيه خلفيات عديدة من ضمنها الخلفية البعثية. ومن المؤكد أن هذه الخلفية أظن أنها من أوائل الحركات والقوى السياسية الوطنية التي وضعت رؤية فكرية موثقة في كتاب صدر في نهاية السبعينات يسمى البعث والحلاطين، وضحت فيه رؤية الخاصة بضرورة إزالة الرق ومكافحة الرق. البعث والحلاطين كتاب أصدرته أنتم؟ الصدراء 1979 موجود. طيب معناته أنتم يعني صفة البعثية دي لا أنا ذكرت لك أن هذه الخلفية السياسية والفكرية لا نفيها، هي موجودة وحاضرة ومن ضمن الينابيع والمشاريع مشارب الفكرية لهذا الحزب، لكنه ليس حزبا بعثيا، من ضمن مشاربه الفكرية ورؤاه الفكرية المشارب اليسارية عموما والمشارب التقدمية القومية عموما، ومن ضمنها هذا المشرب، هذا الاتجاه الذي ذكرت أنت. أنتم تعتبروا حزب حركة إيران تعتبروه حركة يسارية مثلا؟
نعم نعتبرها حركة يسارية وحركة حركة إيران أعتبرها حركة حقوقية، حركة يسارية، حركة تقدمية، حركة مطلبية. لكن ما اشتركنا معه لم ليس هو حركة إيران، ما اشتركنا معه هو تيار سياسي، جناح سياسي في هذه الحركة. نعم هو اللي اشتركنا ذكرها معه. طبعا هو يحمل هذه الصفة، صفة التقدمية وصفة اليسارية، هذه نتقاسمها معه. نتقاسم معه أيضا قضية الموقف من الرق وخطر الرق ومخلفات الرق في موريتانيا. إذن هذه هاتان القضيتان الأساسيتان نحن وهذا التيار نتقاسمهما بشكل تام بشكل كلي. طبعا هناك خلافات. عفوا دكتور قبل لا نستصرف الكلام، يعني حركة إيراء أو حزب الرق أو الجناح السياسي أو أنا ما نعرف، يعني الجناح السياسي يوحي أن هناك جناح الجناح الحقوقي أو يعني وأن هناك فصل كامل بين الجناحين، يعني هذا شيء يعني حركة حزب حركة إيراء وحزب الرق. لكن تنظر حركة إيراء وحزب الرق وأنصارهم إلى الوضع في موريتانيا نظرة يعني خاصة، هل تتشاركون معهم أن العبودية موجودة وأن هناك فئة تتحمل مسؤولية هذه العبودية وأن كما يريد دائما في خطاباتها، هل تشتركون مع هذه النقطة؟ نحن أظن أننا سبقنا هذه الحركة كتيار فكري وشخصناها، وذكرت لك أن هذا موثق في رؤيتنا السياسية التي بدورات في نهاية في منتصف السبعينات ونهاية السبعينات. نعم نعتبر أن هناك رق وأن هناك آثار الرق وأن هناك من مارس الرق وهناك من ما زالت لديه الرغبة في أن يمارس هذا الرق، وأن هذه الظاهرة تجب ضرر والضرر يزال ولا بد أن يزال، والمسؤولية في إزالته تقع على أصحاب الضمائر الحية وأصحاب الآراء والأصحاب طليعة هذا المجتمع. بالتالي لا ينبغي أن يبقى هذا الداء حكرا على جهة دون جهة، وما جعل حركة إيراء في جانبها المطلبي تأخذ هذا الزخم لأنها ركزت على قضية أساسية موجودة لكنها كانت تناظر بها كحركة حقوقية بالطريقة الحقوقية. نحن لا نقوم حركة إيراء، لسنا هنا لتقويم حركة إيراء، وتقويمنا نحن لها في حزب الصواب أنها حركة حقوقية التمست كل الوسائل النضالية التي تلتمسها الحركات الحقوقية في العالم. لكن هذا التيار الذي وقعنا نحن معه الاتفاق هو تيار سياسي يلتمس الأساليب السياسية، الأساليب العمل السياسي الطبيعي التقليدي داخل الساحة كما أسسته ورسمته قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية. هذا الجناح والذي وقع معه حزب الصواب شراكته السياسية الآن يريد فعلا من هذه الشراكة أن تتطور وتسمو إلى أن تصبح شراكة على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد، لكنها الآن شراكة انتخابية بأفق سياسي. طبعا ما سميته أنت الرق، هذه المجموعة تقدمت بحزب سياسي، هذا الحزب السياسي رفض وهذا ما أدناه نحن، وأظن أن كل القوى السياسية تدينه، لأن من حق كل فصيل سياسي أو صاحب رأي سياسي حينما يتقدم لممارسة حقه السياسي أن تستجيب له السلطات. رفض هذا الحزب نحن رفضناه ومرفوض سياسيا وقانونيا وأخلاقيا، لكن أن نعالجه بالرفض نحن رفضناه، لكن حينما أراد هذا التيار أن يتخلى وأن يستجيب وأن يدعينا للمطالب غير مشروعة والغير قانونية والغير دستورية ويستجيب للإطار القانوني الموجود رحبنا نحن به بحزب الصواب، رحبنا به من جهتين، من جهة عدالة قضيته التي يناضل من أجلها الأساسية وهي قضية الرق ومحاربته، والجانب السياسي أنه حركة وطنية تريد أن تمارس حقها المشروع في العمل السياسي، ونحن نرحب بها ونفتخر بأن كل من يريد أن يمارس عمله السياسي الحزبي أن يجد في فضائنا متسعا له. هذا باب. وهنا أريد هنا دائما أؤكد أنهم لو كانت هذا الجناح السياسي يريد حزبا سياسيا ربما كنا نحن آخر من ذهب إلينا، لأن هناك 104 أحزاب سياسية، لم يقع اختيار هذه الحركة على حزب الصواب أنه حزبها كذا لأنها تريد إطار الشرعي. أيضا نحن لو كنا نريد قوة ناخبة ومن حقنا أن نطالب بهذا ولم تؤسس الأحزاب السياسية إلا من أجل البحث عن قوة ناخبة، لو كنا نريد هذا فقط لكنا استجبنا لمطالب القوة التقليدية والقوة المجتمعية التي لم نرشحها أيضا في كل المسارات الماضية الآن، لأن فعلا تقدمت لكم بعض تقدمت لنا في 2006 و2013. ما هي هي القوة؟ أنا ذكرتها مرات عديدة، تقدم إلى رجال أعمال، تقدم إلى شخصيات مرجعية، لم يرشح الصواب في قوائمه من 2006 و2013 أي شخصية خارج دائرته أو
الشخصيات التي يرى أنها مبرزة وأنه ابتعد أن يكون دكانا سياسيا أو حزبا إداريا. لو كان يريد أن يحصل الحصول على مكاسب انتخابية ومكاسب في التصويت، وهذا مشروع أيضا بكل الوسائل اللي كان بحث عنها والتمسها في مرات سابقة، هو يريدها لكن يريدها بطريقة مشروعة. حصلوا عليها من خلال حركة تقدمية، حركة مطلبية، حركة ذات أفق وخطاب نضالي تقدمي، ليس هو الحصول عليها من خلال أفق تقليدي، أفق هو يحاربه بخطابه، يحاربه بوسائله. بالتالي التقينا في هذا الإطار، نحن نريد نضالا من هذا النوع وهم يريدون إطارا من هذا النوع. بالتالي اتفاقنا هو اتفاق سياسي واتفاق نضالي ومبدئي وأيضا اتفاق انتخابي. طب كل منا يريد فيه. لكن هناك من يقول مثلا إن حزب الصواب الحزب القومي، هذول جذور البعثية أو الخلفية البعثية أو يعني مهما كانت علاقته بالبعث وتاريخه معها، وحركة إيراء أو حزب الرق ذو المنشأ أو الدافع الحقوقي بالطريقة اللي يقوم بها، حتى البعض يتهمه، البعض يتهم حركة إيراء ويتهم حزب الرق بالعنصرية وبعض الممارسات اللي سواء كانت باللفظ أو بالفعل أو أنهم التقوا دافعهم ومحرك اللقاء يعني هو الانتهازية، هم يبحثون عن واجهة شرعية يشاركون بها وتقدم لهم ما يريدون من تنازلات. وحزب الصواب هو ذلك الحزب الذي يعني يبحث عن كم انتخابي يعني ولا تهمه وغايته تبرر الوسيلة. ما رأيك في هذا الطرح؟ رأيي في الحقيقة وهنا نتكلم بالحسانية تفضل ما يقدر نشاف على رقاش انه يعاد دور وسيلة قانونية وسيلة دستورية. هذا بعد ما حد دور السلطة وحد دور الوسيلة الدستورية ما هو عنصري ولا هو متطرف. انا 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 تقدمت اريد حزبا سياسيا مني عليه هذا الحزب السياسي. انا اريد ان اكون مثل كل الموريتانيين وامارس دوري ونضالي مثل ما يمارسه كل الموريتانيون. حرمت لي هذه الطريقه التي تقدمت بها، تنازلت عن هذا الامر بطواعيه احتراما للقوانين وانسجاما معها مثل ما انسجم كل اغلب السياسيين وضعوا الان تحت قضايا غير قانونيه لكنهم استجابوا لها لهذا الظرف او ذاك. اذا ما يشاف على رقاش الى ان يمشي يبحث عن طريقة قانونية ودستورية. هذا ما هو انتهازية نهائيا، هو فقط يريد أن يعبر عن نفسه. سدت انقفلت قدام الطرق نعطيها لنا الصخرة نقبل طريقة ثانية، ما هو انتهازية. احنا من اللي ما قد حد يشوف علينا اللي عندنا دور أصوات وندور منتخبين، لأن الحزب السياسي عنده رجال لا يدور به الأصوات ودور به منتخبين من ضمن ما يريد. يريد خطابا، يريد بناء مجتمع، يريد رؤية سياسية، لكنه أيضا يريد منتخبين. هذا ما في انتهازية، هو ما في انتهازية اللي عنده دور طريقة يشاركوا بها من خلال أصواته، واحنا ما في انتهازية على دور الأصوات. القضية الصلي لماذا التقينا؟ لماذا التقينا؟ لأننا فعلا الخلفية التي أطرت خطاب الخلفية الأساسية وهي خطاب قضية الخطاب الاجتماعي ومكافحة الرق وأذى الرق، احنا هذا الخطاب عندنا وصميم خطابنا. بالتالي هذا الخطاب وهذا الملمح التقينا حوله. هذا لا يعني أننا منسجمين ولا يعني أننا متطابقين في الرؤى. يا غير الأساس، حجر الأساسي في هذه عند هذه المجموعة نقطة أساسية من خطابنا نحن. وبالتالي عندنا شراكة انتخابية، هذه الشراكة الانتخابية نأمل أن تكون فيها شراكة سياسية ولن تأخذ مدى الحقيقي الذي نسعى إليه نحن طرفين، يسعى الطرفان إليه إلا إذا اتخذت بعدها السياسي وتعمقت وشاركت فيها قوة أخرى كثيرة. وهذا ما جعلنا نمد الأيادي لكل القوى السياسية الوطنية أن تشاركنا في هذا الرؤية وهذا التصور. ما معنى أن جينا فقط أن نشترك بما نجينا إحنا، هي أننا نخلق فضاء وسط نجوه، أننا نخلق النقطة الثانية وهي نختم عندها. لا ظاهر ان الساحه السياسيه محتاجه لقطب سياسي قوي، قطب سياسي في المعارضه قوي قادر على الحشد وعلى الخطاب وعلى الحضور الانتخابي. يعني تشردت الساحه السياسيه الوطنيه خاصه قطب المعارضه ضعف من ادائها وضعف من امكانيه ان يعود عنده دور في تغيير الواقع. وبالتالي هذا مدعاه ان اي قوه قد تتكتل منها يلا تكتل، واحنا قد نعود نواه هذا التكتل. والله نثير في الاخرين ان عدد التكتل هم على مستواهم والله عدوا معنا. انت هذا التحالف هل انت متفائل بالنسبه له في المستقبل وخاصه في الاستحقاقات الحاليه؟ انا متفائل لهذا التحالف لانه تحالف فعلا توجد فيه قضايا موريتانيا الاساسيه
كيانات موريتانيا الأساسية ووجود موريتانيا الأساسية. متفائل لهذا التحالف لأنه يمتلك أفق مستقبلي لأهم القضايا المطروحة لموريتانيا. أما مستقبل الانتخاب هذه قضية أخرى، نأمل ونرجو أن يكون له حضور انتخابي قوي وحضور سياسي قوي وحضور في الشارع قوي وتأثير فكري ونضالي قوي. طبعا. هذا ما نأمله ونطمح إليه، نرجو أن يتحقق، لدينا أمل كبير في أن يتحقق. طبعا. لكن الواقع شيء آخر. طيب حزب الصواب اليوم من هو الرجل القوي في حزب الصواب؟ هذا بعد قاعد يقول لك حزب الصواب ما قطعت حزب رجل نهائيا، وقد فوت ناس عدن اللي فوت ناس لا شهر. هو غير هو غير هو له هو ما قطع قلت صح قلت ما قطعت فيه رجل قوي ما لكن اليوم حزب الصواب حزب الصواب يعتقد البعض ان في رجل قوي. لا لا. من هو هذا الرجل؟ لا حزب الصواب لا مؤسسات قويه، ما في رجل قوي. حزب الصواب حزب مؤسسات وفي مؤسسات قويه من قوه رجاله اللي عاد وجاوا رجال قويه معناها ان عاد قوات مؤسساته. حزب الصواب اليوم زاد قوه مؤسسته واطار المؤسسي لا ينزاد بحجم. يعني انت اليوم رئيس حزب الصواب؟ طبعا انا رئيس حزب الصواب بكامل الصلاحيات. لا اذا كان عندي صلاحيات لم تتغير صلاحياتك. لا اذا كان عندي صلاحيات لم تتغير صلاحياتك. لا اذا كان عندي صلاحيات ما زال عندي. لم تمنع صلاحيات لل ما بدنا بدنا ما كان عندي ياسر من الصلاحيات خارج المؤسسه ولا ما زال عندي. لا اذا كان عندي صلاحيات ما زال عندي، وكانت عندي صلاحيات قياده جماعيه حزب الصواب تجلس وتقرر، لكن اللي تقرر هو اللي خلق، وياك اللي ما تقرر رئيس وندوروان ما هو اللي يخلق. هذا ما طرش هو اللي ما زال خلق. فعلا تعزز هذا الحزب، أصبحت لديه مؤسسات كبيرة وأصبحت له قاعدة اتخاذ قرار كبيرة، وفعلا يحتاج على اتخاذ قراره لمشاورات كبيرة، وأصبحت فيه شخصيات مهمة وكتل شعبية وجماهيرية كبيرة، وهذا فعلا مما عزز هذه المؤسسات وقوى قراره السياسي وتأثيره السياسي. قال ما أطرلش نهائيا. وسيلة تغيير الأحزاب السياسية اللي المؤتمرات، وحزب الصواب مقبل لمؤتمر كان يعني يعدله غير ما قد يعادلوا به الاستحقاقات اللي كانت خارجه. طب هل هذا التحالف مثلا هو تحالف يعني مثل ما تقول موسمي تخاض به الانتخابات، ام انه رؤيه للمستقبل قد تستمر وتغير المشهد على مستوى الحزب وعلى مستوى الحزب وعلى مستوى الحركه او الجناح السياسي او الرق او شوف احنا طموحنا ان يعود تحالف مستقبلي، وهذا هو اللي سعينا له، هو اللي ناقشنا، هو اللي طولنا فيه النقاش، ان يعود تحالف مستقبلي، تحالف استراتيجي انه يواجه القضايا والاشكالات اللي تعرض الانتقال الديمقراطي والعمليه السياسيه والتنميه والتهديدات اللي تهدد كيان موريتانيا. هذا هو نطمح له، هو اللي سعينا له، لكنه الان مجسد في تحالف انتخابي. منين يتحقق الامل في التحالف الانتخابي؟ ونمتلك نحن الشجاعة والرؤية وسعة الأفق ونضج التجربة النضالية والتجربة السياسية، ونعزز مكانة تجربتنا الانتخابية مع تجربتنا السياسية، وهذا هو نطمح له. تطمح له قواعدنا وتطمح له مكوناتنا، لأن عدلوا كيان سياسي لموريتانيا، وبالتالي لا عبرة في الأسماء ولا عبرة في غير هذا، قد يخرج الله من خلال المؤسسات ومن خلال المسار الطبيعي في الأحزاب السياسية. طب. وبالتالي احنا الآن عندنا شراكة انتخابية طابعها وهدفها شراكة سياسية. طب هناك نقاط خلاف بينكم أنتم وحركة إيران أو حزب الرق أو الجناح السياسي ما هي هاي نقاط الخلاف اللي ما بحثتوها أو يعني ركزتم على نقاط الاتفاق؟ هذه نقاط ما اللي نقولها عليك أبداً. بين اللي إحنا قاعد في الصواب بيناتنا خلافات وفينا تيارات وفينا رؤى، وهذه اللي نحسموها في نقاشنا، لكن اللي من نحسمه قدرنا نحسمه، ولكن اللي ما قدرنا ما يعرف في بعضنا، وإنما نواصل الحوار حول اللي من أجل حسمه. بالتالي إحنا اللي نذكر نقاط الخلاف، نقاط الاتفاق، وهي موجودة وكبيرة، وهي اللي مكنت من هذا اللقاء وهذا الانسجام. والخلاف عنده آليات حسمه، عندنا فعلا أدوات، عندنا لجان مشتركة، عندنا مؤسسات، عندنا روايات اللي نطوروها النقاش، آليات سيرنا احنا الداخلي، هذه هي اللي نتناقش فيها قضايا الخلاف. واضح. الأستاذ برام الداوي البيض له يعني نظرة للمشهد السياسي والمشهد عموما حتى الديني، وأثارت بعض المشاكل وردود الأفعال حتى في فترة من الفترات كادت أو أدت به إلى السجن.
هذه النظرة وهذه الرؤية هل تشاركونها فيها؟ شوف الأستاذ برام ولد داود العبيدي صاحب رأي سياسي وصاحب مواقف سياسية من الشخصيات موريتانية كاملة، هاي الرؤى وهاي المواقف هو يدافع عنها وتخصه، يلتقي معه هذا ويختلف معه هذا. نحن هون ما أننا جايين لكن قومه هو ولا قوم أي زعيم سياسي ولا زعيم وطني، ما 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 ما, ما نناقشه ولا نقومه هو الرؤية التي جمعتنا والأستاذ الرئيس برام ولد داود العبيدي. طب هل تعتقد بالتحديد أن كتب الفقه المالكي ومتون ومجامعه كتب خاصة؟ لا أنا 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 شخصيا في الندوة التي شاركت فيها في صالون الرئيس برام ولد داود العبيدي حينما سألوني عن قضية الموقف من الكتب الفقهية قلت أنني لا أشاطره هذا الموقف نهائيا، لكن هذا رأيه هو. ايضا من المؤكد ان الرئيس برامة لدينا نحن اشياء لا يشاطرنا فيها بالتاكيد. ما هي هذه؟ لا هذه تخصه لديه هو، لديه هو، وهذه تاكدنا لن نناقش هذه الامور، هذه الامور ما تناقش ما تناقش، مجال نقاشها ليس هو النقاش العمومي، مجال نقاشها ان نقاشها هو ادوات واطر العمل السياسي العادي الذي تناقش فيها مجال الخلافات، ولا خارج مد ولا خارج تيار ما بيناته خلافات. يقال ما يجمعنا وما نتفق عليه أكثر بكثير مما نختلف حوله، ولدينا الآليات والوسائل وقادرون على خلقها والحفاظ عليها التي تمكننا من نقاش خلافنا وحلها وحسمها أو تجاوزها. هذا بكل تأكيد ما يجمعنا الآن هو رؤية مشتركة حول مستقبل موريتانيا، التهديدات التي تهدده سواء كانت تهديدات في بنية المجتمع والمخاطر التي يخلفها الرق بعد الرق، أو التهديدات التي يخلفها تعثر مسار انتقالنا الديمقراطي، أو التهديدات التي يخلفها ضعف أداء المعارضة والقوى المعارضة في البلاد. هذه القضايا هي التي اتفقنا عليها تجمعنا معه. ما جاء حد منا إياك يصلح خطاب الثاني، ولا جاء حد منا إياك يسادد الثاني كيف قال، ولا جاء حد منا إياك يلوي الجناح الثاني. جينا على نقاط اتفقنا حولها قضايا سياسية عامة مع احتفاظ كل منا بدوائر خطابه ومجالها وتخصصه. ما فينا حد إطلاقا لا يفرض على الثاني يمشي شور ذاك ولا يمشي شور ذاك. نأمل أن من خلال لقاءنا احنا ومن خلال لقاءنا مع قوى سياسية خلق رؤية جامعة حول القضايا الأساسية، وهم قضايا فيها خلاف. هذه القضايا مجال حسب اللي قلت لك ما هو الإعلام ولا هو القضايا مجال الخلاف، فهي المؤسسات. ونحن اليوم كيف دوائر خلف المعارضة عندنا معها مجالات نقاش القضايا الأساسية. واضح. أطرح لك سؤال في الشكل، يعني الأستاذ الرئيس عبد السلام الحرمة يعني رجل بسيط معروف يعني ببساطته، ليس حواليه بروتوكول ولا حواليه أي شيء، إلى جانب الزعيم برام ولد داود العبيدي بحرس الخاص والموحد الزي وكذا، يعني أنت كيف تنظر إلى هذه الصورة؟ شوف هي حياة كلها عنده طريقته وظروف التي أدت إلى هذا. الظروف التي يتعرض لها برامة والتي عاشها برامة ليست هي الظروف التي يتعرض أنا لها. كل منا أيضا له رؤيته ومناخه، ما يطبق ما أحتاجه هنا وقد لا يحتاجه، ما يحتاجه وقد لا يحتاجه هنا. لا ينبغي أن أكون أنا مصدرا معيارا لأخلاق الآخرين ولسلوك الآخرين، كما لا ينبغي أن يكون الآخرون معيارا لسلوكي أنا. هذا في الحقيقة لا، ما العيب في أن يكون شخصية يرى أنه يحتاج إلى حرس ويحتاج، لا عيب في هذا، لا عيب في هذا، لا عيب أيضا في أن يكون إنسان بسيط، لا عيب في أن يكون كل الناس طباع وظروف. أنا شخصيا أرى أن هناك أسباب ودواعي أدت للرئيس برامة أن يسلك هذا المسلك. أرى أن هناك فعلا دواعي معينة أدت له أن يسلك هذا المسلك وهي مبررة. هذه ربما لا تطبق علي أنا ولا تطبق على شخص آخر. هناك شخصيات في عندها ظروف حالات معينة تعيشها تحتاج إلى ممارسة وسلوك معين، وفي الحقيقة هذا لا ينبغي أن ينظر إليه في إطاره وليس في إطار وضع شخص معين هو معيار لسلوك الآخرين. اللوائح الانتخابية كيف شكلتوها؟ طبعا انت همك تقبضني من الاخبار سلسان. شكلنا لوائح الانتخابية واتفقنا عليها، اتفقنا عليها صحيح. احنا اي مدة عن هي اتخاذ قرار تجبر صعوبات في تشكيل لائحة واحدة، ما بالك مدة
على كل حال تيار وحزب سياسي التقيا في فترة سريعة قبل الانتخابات وبدأوا بتشكيل لوائح كثيرة. نحن نسعى الآن لطرح كثير من لوائح البلدية في وبالتالي جبرنا مشاكل وصعوبات، لكن هذه الصعوبات تقلبنا عليها جميعا، تقلبنا عليها والآن طرحت لائحة ما هي بالتراضي والتوافق برضانا جميعا وبتوافقنا جميعا. تقاسمتم؟ والله مبدأ الأساسي هو مبدأ التقاسم، لكن التقاسم المتساوي ولا تقاسم لا مبدأ التقاسم، لكن صيغته هي صيغة التوافق والتراضي. التوافق والتراضي وبقى التوافق والتراضي هو العامل الذي حكم هذه صيغة هذا التقاسم، هي التوافق والتراضي وبقى التوافق والتراضي ما بين والتمويل، تمويل الحزب ومصادر تمويله، ما الذي جرى حولها؟ ما الذي تبارك أصلاً لا نقولها لك هون، لا نقولها لك هون على 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 القناة على الأثير كيف يعطيك التهليلات. تمويل الحزب ما أطلع له شيء، الحزب الصواب عنده أصلاً تمويل من الدولة، تعطيه تمويل من الدولة سنويا، وهذا التمويل دائما حزب الصواب يطرح طرح في باله انه عنده عملية انتخابية جاية وطرح لذلك حساب ووفر من تمويله، مع انه عدد الأنشطة السياسية كثيرة العام الماضي بحكم مشاركته في العمل السياسي لمواجهة الدستور وأنشطته العادية، وفر بالإضافة تبرعات وتبرعات معتبره من بعض من المناضلين، ولاني قايلها كذب يعرفوها بعض المناضلين، نتكلم فيه مناضلين من حزب الصواب الان اعطاوا ديارهم مرتهن، وفيه اليوم واحدين اعطاوا ديارهم مرتهن حالا يكيم، بالاضافه لذلك كان عند حزب الصواب ومناضلين مناضلين كامل مناضلين العمليه حالا ووفروا ذاك اللي يطرحوا به لوائح الحزب، عنده ذاك اللي يطرح به لوائحه كامل، ومنين هو تطرح لوائحه كامل يدور يوفر من الاطار السياسي المالي اللي عدل به حملته حملت حزب مناضل. بماذا ساهمت حركة إيرا أو حزب الرجل؟ لك ما اللي هنقولك ساهمت فعلا، ساهموا مناضلها وساهمت ومساهمتها معتبرة جدا وكبيرة، وهي ما ينقال لحركة الرجل ولا حركة إيرا، هو الجناح السياسي داعم لبلاد زعيم بلاد ذكر نفس التعبير. نعم ساهمت فعلا ولعب الدور الأساسي، وحزب الصواب ايضا ساهم، واحنا ما قسمناها على مجموعه واحده، اليوم مجموعتنا واحده، ما في اليوم اطارنا السياسي وحزب الصواب، مشروعنا السياسي هو ذهب ولوائحنا واحده ورؤانا واحده، ونامل ان نعود عندنا مشروع سياسي مستقبلي واحد، وبالتالي جانب تمويلنا مستعدين ان شاء الله ندور نصحوا للشعب وبالتالي نقدمون علنا وضع ما في شيء. طب هناك بعض يعني منتقدو حركه ايراء او الجناح السياسي او سميها مهما سميتها من أعضائها السابقين ومن كبار الصف الأمامي اللي كان أصدقاء الرئيس بيرام، لهم بعض المآخذ وذكروا بعض الأمور حول التمويل ومصادره وطريقة اللي يتم تسييره بها. أنتم لا تخشون من أن تكون هذه التمويل وهذه الأموال تؤثر سلبا على الحزب او نظره الناس للحزب؟ هاي الاموال مين؟ هو رئيس بيرام قاعد ساكن في حي متواضع. لا نسمعوا شو؟ لا نسمعوا شيء ونقول. ولا نقول لك انا شفت بعيني والناس كانت تشوف بعينها، والرئيس بيرام ساكن في بيت متواضع. نعرفه انا شخصيا. حوله شو من الناس الضعيفه المناضلين الضعاف اللي يمشوا في البيسات، وعندي عيني تحسبوتات مقلال. الاموال مين عنده؟ الاموال تظهر، الاموال تنقال للديار وتنقال للشرائك والمؤسسات والقوارب والبرص، وتنقال الاموال الكثيره. يعني انتم مطمئنون؟ احنا ما القضيه ما اطمئنان، القضيه قضيه اللي يعود اليه عاد يتكلم مجنون، يعود مصمت عقل. هو رجال ساكن في حي الرياض، بيت من بيتين، وحياته ذهية والناس اللي حوله ذهية، عائلته ذهية. المال منين جاء؟ ما عنده المال يظهر، والمال من الله يعطيه، والمال شاف ما فهم جمله المال، ما سمناها غير فهمت من مناضلين وفهم تيار قوي من الناس اللي مضحيه ومستعد على عمل سياسي. تلقى جوائز وتكريمات كبيره من طرف الجهات يطرح البعض اسئله عليها. هل انتم هذه الجهات مطمئنون للعلاقه الموجوده بين هي هي التكريمات ما قطعت مسموها، والمسموه هذه المسائل تعود ما يراعى فيها ودارقه ومخبئه، وذاك اللي يحيك بقلب الرقاش لا قد ينعطوا الناس
وتكريم وجائزة هو نطلع ترقاش علنا الفوق تاخذ وعادة تعود كرتونة وتو ما في شيء العلاقة مع الغرب الأنظمة الأحزاب السياسية هم كاملة عندها علاقة مع الغرب العلاقة مع العلاقات مع السفارات الغربية ومع أمريكا الناس كاملة عندها علاقات هو كان يعدل العمل الحقوقي في الرئاسية القادمة هل ستدعمون طبعا ترشيح طبعا 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 دعم هل كان هذا من ضمن الاتفاق؟ كان من ضمن الاتفاق صحيح كان من ضمن الاتفاق نقطة أساسية من نقاط الاتفاق بند أساسي من الاتفاق نعم أن يكون مرشحكم اللي هو الآن مرشح من الانتخابات 2019 يعني هذا الترشيح هل هو يعني من ضمن الصفقة بينكم أم أن هناك قناعة وهناك يعني ثقة في أن الرئيس بلام ولداه العبيد قد يكون قادر على قيادة موريتانيا وهو المناسب لموريتانيا إلى ما هنالك من الكلام اللي يقولوا الأحزاب ويقولوا رؤساء ويقولوا شو الصفقة قاعد هو الصفقة قالوا عنك الصفقة قاعد قلها عنك أو الاتفاق أو الاتفاق مصطلح اقتصادي مصطلح يعني هي منافع تجاري منافع متبادلة لا ما شو احنا تيار احنا كتلة من تيار المعارضة قوة المعارضة وكان عندنا مطلب أساسي ان المعارضة لن يكون لها تأثير وحضور الا اذا قدمت مرشحا من بينها وطيلة 2017 عجزت المعارضة لأسبابها وقلت عدون برارة تماما ان تقدم مرشح مشترك وبالتالي اول مرشح من داخل المعارضة يعلن عن ترشحه هو الرئيس بلام احنا قوة معارضة أتينا أنه من باب العمل السياسي والرؤية السياسية أنك أنت وفق 2019 وهذه مرحلة مهمة مفصلية من تاريخ موريتانيا وفيها تناوب سلمي للسلطة فرض الدستور أنك لما عود عندك مرشح للرئاسيات معنى هذا أنك لست مستعدا للمشاركة في مرحلة حاسمة من مراحل موريتانيا إحنا قوة معارضة في غياب أي برنامج أو أي مرشح المعارضة احنا ككتلة سياسية قررنا ان هذا الترشح ندعم هذا الترشح هذا الترشح هو مرشحنا نأمل في القوى السياسية ان تشاركنا هذا الترشح اذا ما شاركتنا معنا في الترشح نأمل ان احنا وهي نعدل الصفقة على الاقل ان نفرض بعد مبدأ ان يكون التناوب هو تناوب ما بين المعارضة والاغلبية ان كمعارضة لن نقدم او ندعم الا مرشحا من داخل المعارضة التناوب السياسي تنقال للي يقع بين سلطة ومعارضة ما يقع من تناوب من داخل السلطة ليس تناوبا لأن السلطة جددت نفسها ديمقراطيا والتناوب الحقيقي هو التناوب الذي يقع ما بين سلطة ومعارضة إحنا كجزء من المعارضة قدمنا هذا المرشح مصرون على أنه هو المرشح الأمثل إذا كانت معنا قوة ندعوها لتقديم هذا المرشح أو أن يكون مرشحها لكن له شراكة واضح لك السيد الرئيس أنتم سبب اختياركم للرئيس بلام ولداه العبيد هل هو اقتناعا منكم بالرجل وبمؤهلاته وبتجربته وبنظرته للمستقبل وثقة فيه ام انه فقط جاء ضمن الاتفاق اللي حصل بينكم انتم وجناح السياسي لحركة إراء وحزب الرأي شوف هم السياسيين يقارب من المواقف السياسية يبعد من الموقف السياسي والموقف السياسي تحكم قواعد معينة قواعد بعضها ظرفي واني وبعضها بعيد المدى ما يتعلق بالسياسة بالمرحلة 2019 مرحلة ظرفية هذه محطة احنا على ابوابها ينبغي ان يكون عند يكون لديك انت كطرف سياسي في الساحة موقف من هذه المرحلة عدم اتخاذك لموقف يعني ان لا موقف لك ومن لا موقف له معنى انه ما تلا مؤثر ما تلا فاعل في السياسة الآن داخل المعارضة لا يوجد مرشح من المعارضة إلا الرئيس بلام ولداه العبيد اللي عادت هناك نوايا ترشح لم يعلن عنها اللي عادت هناك رغبات ترشح لم يعلن عنها إحنا أعلنا دعمنا لهذا المرشح وأعلنا دعمه من دوننا لم يشاركنا لم نناقشه هو أعلن ترشحه وأعلن أنه مستعد ترشح 2016 نحن كحزب سياسي أجرينا معه هذا الاتفاق السياسي وليش الاتفاق الانتخابي 2018 قررنا ولم يكن جزء من الصفقة نحن من قرر هذا القرار أن نكون نحن اشتركنا في مرحلة مهمة وهي مرحلة الانتخابات النيابية والبلدية والجهوية إذن نشترك أيضا في مرشح مشترك وطالما أن الرئيس بلام أعلن ترشحه
أعلننا نحن دعم هذا الترشح. واضح. طب أنتم اليوم عليكم دعم هذا المرشح، يعني البعض يأمل أن تكون المعارضة أن يكون المعارضة مرشح موحد، أنتم أعلنتم موقفكم، يعني لن يكون لكم اتفاق على مرشح موحد في المستقبل مع المعارضة خلال الانتخابات اللي مستقبل. شوف حسمتم موقفكم؟ لا نعم حسمنا موقفنا لأسباب. هو لا أنا لا أبحث عن الأسباب، أنا فقط أريد أن أؤكد أن مرشحكم مهما كانت الأسباب ومهما اتفقت المعارضة أو اختلفت أو وقع اختيارها على شخص معين أو كل حزب منها رشح مرشحه، أنتم مرشحكم برام طبعا 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 يعني لا نقاش في هذا طبعا المعارضة. طبعا هذا ما يحتاج. أما أنا قلنا أنه هو الكلام احنا قلنا في بيان اللي اعلنا في تاريخ يوم 31 مايو قلنا عن مرشح هذا التيار وهذا الائتلاف هو الرئيس برنامج الدوله بعد الانتخابات الرئاسيه. انتم اخر انتخابات رئاسيه من كان الاقرب لك؟ يعني صوتتم حزب الصواب صوت اي رئيس؟ تبارك الله ما صوتنا، وخنا بيانها لا تعنينا وان ما نشاركين فيها لانها ظروف التي جرت فيها ظروف لا توفر الحد الادنى من الشفافيه، وانها لا توفر الحد الادنى من ضمانات ان نشارك في شيء عنده مصداقيه، فلم نشارك فيها اطلاقا. واخر انتخابات شاركنا فيها رئاسيه انتخابات 2009 ودعمنا فيها المرشح احد مرشحي المعارضه البارزين الرئيس احمد ولده. طب واضح انت تنازلت ثاني عن المرشح الذي قبل ذلك. نحن من رشحنا الرئيس محمد خونوي الهيداله، تيارنا هو مرشح الرئيس محمد خونوي الهيداله 2003، لان راينا في ذلك الوقت انه المرشح الاقدر على احداث التغيير السياسي في ذلك الوقت. وعلى الرغم من ان من رشحه محمد خون الهداله في ذلك الوقت هم ضحاياه في سجون 82 84 85، لكن العمل السياسي مقتضيات العمل السياسي والرؤيه السياسيه لا تحاسب بالعاطفه ولا تحاسب بما قدره التاثير وقوه الفعل السياسي. اذا انا فقط طب على ذكر الرئيس محمد خون الهداله، يعني بلام ولده وحركه ايرا والحقوقيين ينتقدون الرئيس محمد خون الهداله ولهم منه موقف، لانهم يعتقدون انه قانون ان يشتري الارقاء السابقون يعني باموالهم يدفعوا من اموالهم ثمن حريتهم كان شيء فعلا يعني هذا عنده فيه الحق مقزز يعني شيء ما هم ينتقدون هذا. يعني كيف تدعمون؟ هل يعني هل انتم يعني ما قام به مثلا الرئيس محمد خون الهداله في موضوع الارقاء هل توافقون عليه؟ شوف دقيقه هذا التاريخ هو جاوب رايين هو في قضيه القاء الرقى 1980 هذا الموقف كانت القوه السياسيه اللي دائما ومعروفه في موريتانيا ومن ضمنها التيار البعثيين، وكان ممثل السلطه في هذيك الساعه الاستاذ احمد احمد من دائما الدفاع العسكري. منين خذ القرار وقعوا فيه رايين فقهيين ورأيين شرعيين. بعض الفقهاء قالوا قاسوا على شركة تخليف السعودية، وهو مفاد من الأرقة يشترون حريتهم ويعوضون الأسياد. في رأي فقهي آخر قال بأن لا، من يعوض له هم الأرقة الضحايا ومن ينبقي أن يعوض له. لكن هذا الرأي هو الذي تبنيناه نحن، ولكن قلنا عن نحن تقول التيار البعثي نكسا وعلي عند حان احمد محمود جزء من النظام. انا عين التيار، انا عين التيارات الفكريه، انا ما اتكلم عن الدوله، انا اتكلم عن التيارات الفكريه. يا قال قلنا عن الدوله ما يعني لم يكن مثلا الوزير دحان احمد محمود يحمل نفس الفكر. لا، المهم انه يسعى يمثل الحكومه. انا اتكلم لك عن التيار. طيب يمثل الحكومه يتنازل عن لا هو الحكومه، كل الحكومه اتجهت يعني هذا منطق تبريري شيء. لا يعني الحكومة في ذلك الوقت تتيجة لنضالات وبداية وجود حركة الحر ونضالات القوى السياسية في المجتمع وحركة المجتمع الدولي فرض عليها اتخاذ القرار. لكن هذا هو اللي نقول له قضية الهدالة خلقوا رأيين. رأي بعض الفقهاء متنورون قالوا فعلا يعني يخلق تعويض الأرقة. قردون ما الملاك ما عنده شيء، لكن كثير ينظرون الى هذا القرار على انه اسوء من العبوديه نفسها. طبعا هن الراي اللي مشينا، يعني ما رايكم بكم الراي اللي مشينا شورون يا الله يعوض للضحايا اللي هم ارقه، يا الله يعوض لهم، ويا الله يعوض عدل صندوق ائتمان للتعويض لهم. وهذا صندوق الائتمان وهذه حقيقه كتبناها ولا نقولها برك معروفه، وانطرحوا فيه مليونين دولار بيطرحهم طرحتهم القياده القوميه لحزب البعث ممثله في الاستاذ بدر الدين مدثر.
مين سرقيات حزب البعث في السودان طرحهم وداروا في كيس خاص. بعد اعتقالات البعثيين 82 وضعت السلطة يديها عليه ونقلته من صندوق خاص ودارته ميزانية الدولة. هذا أول صندوق ائتمان كان لجبر ضرر الضحايا والأرقاء السابقين وترقية مناطق العبيد. وكان يرجع عليه. طب أنتم كيف تدعمون مثلا مرشح يعني له هذا التاريخ وأنتم كنتم شركاء معه واختلفتم معه؟ كيف تتنازلوا عن كل هذا وتدعمونه؟ دعمناه لأن 2003 ليست هي 82. 2003 التهديدات التي تواجه موريتانيا في ذلك الوقت هي سلطة الفرد وحكومة الفرد ودكتاتورية مطلقة وعجز النخب السياسية التقليدية. يعني أنتم كان لديكم أمل مثلا؟ أطلقت الحكومة الموريتانية حملة تحسيسية تهدف لتعبئة المواطنين وحثهم للتسجيل على اللوائح الانتخابية باغية ممارسة واجبهم الانتخابي في الاستحقاقات المقبلة. ووسعت الحكومة وزرائها على ولايات الوطن حيث اجتمعوا مع الفاعلين السياسيين والوجهاء وكذا المواطنين لشرح كيفية الإحصاء الانتخابي لممارسة حقهم في التصويت مستقبلا، ومعددين في الوقت ذاته الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية كتطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية، ما جعل موريتانيا تتصدر المشهد الاقتصادي في المنطقة. أعلن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا قائمة مرشحيه للمجالس الجهوية في الولايات الداخلية، ومن المتوقع أن تطرح كافة الأحزاب السياسية الأخرى لوائح انتخابية قبل غلق باب الترشح يوم الجمعة المقبل. دعا حزب تكتل للقوة الديمقراطية لمؤتمر صحفي أعلن فيه عن خطته الانتخابية المتمثلة في اتفاق سياسي مشترك يضم 5 أحزاب معارضة بالإضافة إلى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة. وتتلخص نقاط الاتفاق في تشكيل لجان مشتركة ودعم المرشح المتأهل الدور الثاني من الانتخابات. طالب عضو المكتب التنفيذي في حزب الحراك الشباب القيادي خالد والقيس من جميع الفاعلين السياسيين الحصول على تفويض من المكتب التنفيذي للحزب قبل الترشح باسمه، منوها على انه لا توجد جهات اخرى مفوضه باتخاذ القرارات داخل الحزب وذلك حسب حكم المحكمه العليا. قال زعيم مؤسسه المعارضه الديمقراطيه بموريتانيا العمده الحسن والمحمد ان النظام الحاكم يمارس الضغط على الفاعلين السياسيين عبر منحهم وظائف حكوميه. وطالب والمحمد عبر تدوين له على حسابه في الفيسبوك الحكومة بالتوقف على هكذا ممارسات خلال فترة الانتخابات لضمان شفافيتها. حزب الصواعق اللي يأسوا عبد السلام والحرمة داعم الآن لمرشح الرئاسيات لموريتانيا 2019 السيد بلا مرده والعميد، وليست قضية أصلح. يعني هو مناسب؟ طيب الحزب كيف أقول لي هذا ما إحنا نعود مشينا واخترنا مرشح وتبنينا ما هو مناسب؟ لا مناسب أكثر. عفوا لا سؤال، ما هو مناسب ولا غير مناسب؟ ما هو مناسب عندنا إحنا. أنت تتكلم على لساننا إحنا، طبعا ما تكلم على لسان أكثر. أنا ما نتهمك هون بقى. أنا مدا نقول لك تو رؤيتنا احنا، انت تتكلم عننا احنا، ما انا بتكلم عن رسالتنا. استوضح نقطه يعني السبب هذا يقول القائم باب اولى. يعني احنا عندما مثلا نحدد ان الشخص هذا سوف نقدم للرئاسيات، معناته احنا اعترفنا ان هذا الشخص هو اصلحنا لهذا الموضوع. طبعا يعني انت ترى أن اصلح اليوم من في حزب الصواب بما فيهم الدكتور عبد السلام الحرمة هو الرئيس بلا مرده. شوف انا قلت لك، شوف انا رديت اكون للتاريخ شوي. احنا دعمنا هدايه 2003 ودعمنا الزين والزيدان 2007 ودعمنا احمد داداه 2009 ما نبتدمني ودعمنا احمد داداه 2009 وانتخابات 2014 ما دعمنا احد. بالتالي الدعم السياسي لمرشح معين تحكمه قواعد اخرى. القاعده الاولى فيها هي أن هي الفرصة السياسية والظرف السياسي وقواعد التوازنات وميزان القوى الطبيعي داخل الحياة السياسية، هذه أولا. الناحية الثانية اعتبار آخر، تموقعك داخل الساحة السياسية ومن هو الأقدر على إحداث التغيير. إذا سألتني الآن أقول لك فعلا الرئيس بيرام الآن هو الأقدر على إحداث التغيير. ما هو هذا التغيير؟ التغيير الديمقراطي، هو التغيير الديمقراطي أن تعبر صناديق الاقتراع
الرئيس ميلان وشركاء يصفون يعني يصفونه بانه اكبر دكتاتور شركاء منهم وان السعد والوليد وجميع من تشارك معه في العمل الحقوقي وفي العمل يعني بدون ان نذكر اسماء كلهم يصفونه بانه دكتاتور ومتسلط ولا راي غير راي ولا وكذا وكذا يعني انتم احنا شوف احنا قاعد نقول لك روايه احنا منين تعود تخلي انتخابات حره ونزيهه ما الدكتاتوريه ما تخلق لان من اوصل هذا النظام بطريقه ديمقراطيه قادر على ازالته بطريقه ديمقراطيه منين يوقع التغيير الديمقراطي ما في مخوف من الدكتاتوريه ولا في مخوف من الفرد لنستلم عندك عن لنستلم واحد بطريقه يعني ديمقراطيه لا بطريقه ديمقراطيه ما عنده صفه قد يكون تم ديمقراطي باللي من جاء به لديه القدره على ازالته لكن من يستلمها بطريقه اخرى ما هي طريقه ديمقراطيه ما يقدر يحوزه ما هي ما هو لا يتحمل يقدر يحوزه طريقه سلميه وبالتالي الديمقراطيه تصح نفسها الديمقراطيه اذا مزق ظهرت فيها دكتاتوريه عندها اليه انها تصحها طريقه ما تصحها ويتغلبها غير بعدية النظام الانسب والاجدر الان والاكثر بعض من ناحيه الجانب الاحصائي انه يصح نفسه فاذا جاء مرشح ما هو صالح يزيد هذا المرشح وعنده كوابع ايضا في موانع تمنع هذا الرئيس وبالتالي احنا ما نطمح اليه الان هو ايقاف عجزنا عن التغيير الديمقراطي وعن تطوير مسارنا الديمقراطي متعثر كيف هذه نلتمس لها دعم مرشح وتحالف السياسيين هنا وكنا نامل ان تتفق المعارضه على مرشح هذا هو الخيار الافضل اتفاق المعارضه على مرشح هذا لم يقع نحن الان على بعد اشهر قليله بالتالي طالما ان المعارضه لم تتمكن من ذلك بقي لنا قضيه ثانيه ونأملها الان نرجو ان نوقعها قدا في الاتفاق الذي ستوقعه حزب المعارضه يوم غد اتحاد قوى التقدم وهي ان توقع المعارضه ان كتلها السياسيه ملزمه اخلاقيا ومن الناحيه الاخلاقيه ان يدعم بعضها بعضا في الاشواط الثانيه وان يكون التناوب السياسي الذي تقصده هو التناوب ما بين المعارضه والاغلبيه. طب يعني كيف تصف انت المعارضه بما انك جزء منها اليوم؟ هل هي كما يقول البعض في اضعف حالتها؟ ما نقول لا زالت قويه وكان تغيير يعني كيف تصف وضعها اليوم؟ بارك الله شوف ماني خرجت لها بك النار السوداويه. المعارضه تيار سياسي قوي امتلك كثير قدم كثيرا من التضحيات كسب رهان وفشل في رهانات. أظن أن الرهان الأخير رهان استفتاء 2017 المعارضة بوسائلها وإمكانياتها أن كسبت ذلك الرهان وعرضت كثير من الممارسات التي حاول النظام القيام بها وأنها الآن تمتلك كثير من أوراق القوة وأوراق النجاح وأوراق التغيير. صحيح أن انتقادها ليس ما نقيل غيركم انتقادها شور نحن هك يقير بعد عندها كثير من الأوراق وأنا متفائل قوة المعارضة وإمكانية أنها تنسجم وتوحد قواعدها والآن عندها فرصة وراجل عندها فرصة ما ضيعها. طب هناك من يقول مثلا إن المعارضة مشغولة في المكايدات فيما بين أحزابها أكثر مما هي مشغولة حتى بمواجهة النظام أو محاولة الفوز عليه. بعدين ما اللي نقوله لأنها قوية المعارضة الآن مشغولة ومنازلة النظام والبحث عن تغيير ديمقراطي سلمي 2016 وتعزيز ذاك بالخطوة اللي قدام 2018. طب احنا على وشك اختتام البرنامج اليوم 10 يوليو يعني ذكرى الانقلاب على المختار والداده. يعني انت صف لي باختصار ما قبل 10 يوليو 78 وما بعدها. انا مؤمن حركه 10 يوليو انها حركه مجيده رغم الاخفاق ورقم الضعف اللي عقب خلق فيها وانحرافها انها كانت حركة تغيير حقيقية انها انقذت موريتانيا من حرب خطيرة حرب اشقاء وانها انقذت كيانها واللي كيانها الوليد من مسارات كانت خطيرة كان مقبل عليها. لكن هذه الحركة المجيدة في مرحلة معينة انحرفت وفشلت وخيبت امال الموريتانيين كيف ياسم الحركات اللي قد خلقت وبالتالي الهدف الأساسي والأهداف الثلاثة التي وضعتهم حركة 10 يوليو السلام إيقاف حرب الأشقاء تقويم الديمقراطي تقويم الاقتصادي والهيكلي
وإنشاء مؤسسات ديمقراطية كانت أهداف نبيلة. مدى تطبيقها؟ الورق. هي بعد المهم بعد الأهداف كانت نبيلة، صحيح أنها بقيت على الورق وأنها انحرفت وأنها ذهبت في اتجاه آخر، لكن هذا ليس مسؤولية من وضعوا حركة العاشر من يوليو. بالتالي لكن هناك من يجادل بأن ما قبل العاشر من يوليو كان أحسن اقتصاديا وأحسن على مستوى التعليم وأحسن على مستوى الصحة بالرغم من الحرب وتكاليفها ومساوئها، وأن ما بعد 1978 كان مرحلة انهيار لكل شيء. شوف أنا من الجيل اللي عايش حرب الصحراء ودركتها وشفت فظاعاتها. أنا نفس الشيء. اسمع والدي أسير فيها رحمه الله، وكنت في مدينة تعرضت للهجوم مرتين مدينة تيجة، وكنت قريب من تيجة شفت الدماء وشفت القتلى، ونعرف أنها خلفت مآسي كثيرة، ونعرف عن قبل العاشر من يوليو كانت موريتانيا كلها عرضة للهجمات وكان قاربها موقف وكانت عرضة للمسائل الأخرى ما وحك. ما 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 قدمت هذه حركة العاشر من يوليو وعملية إنقاذ فعلا لمسار حرب أهلية كانت مدمرة. انحراف في هذه قضية ثانية، وبالتالي أنا لست من القائلين إطلاقا من ينظر إليها بتلك النظرة السوداوية. لماذا انهار التعليم بعد العاشر من يوليو؟ لا التعليم ما انهار قبل العاشر من يوليو، الذي انهار بعد العاشر من يوليو هي قيم المجتمع وقيم التحديث وقيم التي حاولت حركة العاشر من يوليو استعادتها. يعني هذه الحركة المجيدة، هذه الحركة المجيدة كانت سبب في انهيار القيم وانهيار التحديث بعد انحرافها. لا وإن المجد فيها؟ لا بعد انحرافها هي حركة العاشر من يوليو. دقيقة حركة حددت ثلاث أهداف حاولت تحقيق هذه الأهداف الثلاث، صحيح أنها ما نجحت فيها، غير هي كحركة وكفكرة كانت مجيدة. طب بهذا المجد وهذا العجز وهذا الانحراف هاي المتناقضات كلها ليس العاشر من يوليو. انتهي وقت البرنامج. باسمكم مشاهدينا الكرام اشكر الرئيس الدكتور عبد السلام الحرمة على حضوره وسعة صدره وتحمله لنا، كما اشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.